تمام. طيب هعيد تاني. كونتنت ماركتنج هنا عباره عن الفاليو اللي انا بقدمها، القيمه اللي انا بقدمها للعميل، وده عن طريق طبعا محتوى تسويقي بيكون كويس جدا، بيكون ابداعي، وبوصل بيه المحتوى التسويقي ده، بوصل بيه بقى لبيع، وبيترجم لبيع، وبيترجم برضو ان انا اقدر ابيع الخدمه بتاعتي. طيب ده بيجي عن ايه؟ لو في تعريف صغير تحت هنا اللي انتم شايفينه، ان انا بقول الكونتنت ماركتنج يعتبر the art of understanding، انك انت بتبقى فاهم العميل عايز منك ايه. لازم تفهم النيدز بتاعته، عشان لما بتيجي تنزل محتوى بتنزل محتوى الاودينس بتوعك هم اللي عايزينه، مش بتنزل محتوى على مزاجك انت، انا عايز اكتب النهارده في كذا، لا انت بتكتب على حسب الجمهور بتاعك عايز تكتب منه ايه. طيب بعد كده في سيس جودين طبعا المبدع الكبير، قال ان الكونتنت ماركتنج ده از اول ذا ماركتنج ذا سبليت، اللي هو انك ده كل حاجه بتسيبها في الماركتنج، يعني يعتبر المحتوى التسويقي ده هو ده اللي انت بتسيبه وراك، هو ده الفاليو اللي انت بتسيبها، وهي اللي بتحط يعني ايه دي اللي بتشوف مكانتك في السوق. كل ما انت هتسيب كونتنت ماركتنج وهتسيب محتوى تسويقي كتير، كل ما انت طبعا هتخلق ناس متابعين ليك كتير وبيبداوا يروجوا. ده بالنسبه لتعريف الكونتنت ماركتنج. طب بالنسبه ليا انا شايفه ايه؟ انا شايفه ان هي الفاليو، القيمه الحقيقيه اللي انا بقدمها للعميل، وبقدر اوصل بعد كده ليه؟ لبيع عن طريق المحتوى التسويقي ده بشكل غير مباشر. تمام؟ حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ حد مش فاهم ايه هو الكونتنت ماركتنج؟ تمام. بنيجي بقى نخش للكونتنت استراتيجي. الاستراتيجيه بتاعته بتبدا ازاي؟ اول حاجه بعمل هنا ديفاين يور جول، لازم تحدد هدفك الاول من الكونتنت اللي انت هتنزله. انا مثلا هدفي من الكونتنت ان انا اعمل زياده مبيعات، او ان انا هدفي ان انا اوري صوره للاودينس بتوعي غير اللي هم كانوا فاهمينها عني. كل ده في الجول بتاعتي، فانا بنزل الكونتنت على حسب الهدف اللي انا حاطه. اوكي، ممكن الاهداف دي تكون حاجات كتيره جدا، يعني هديكم اكزامبل. مثلا لو انا ماسك مستشفى والمستشفى دي كان طالع عليها ان المستشفى دي بتشتغل عشان فلوس، فانا ببدا اعمل ايه؟ ببدا انزل كونتنت بيخلي العميل ما يبصش ان المستشفى دي شغاله عشان فلوس مثلا لمده شهر. كل ده بيتحط طبعا في بلان هنتكلم فيه. فمهم جدا ان انا الاول احدد الجول من الكونتنت اللي انا عايز اكتبه. طيب تاني حاجه الباير بيرسونا ريسيرش، ان انا بشوف الخصائص الشراء نفسها عند العميل ازاي، بعمل ريسيرش عليها وهناخدها ازاي الجدول بتاعها قدام. تالت حاجه في حاجه اسمها كومبيتيتيف ريسيرش، بشوف برضو بعمل بحث تسويقي عن المنافسين بتوعي وبشوفهم بينزلوا كونتنت شكله ازاي، وابدا ان انا انزل كونتنت احسن منهم. طيب عندي رابع حاجه الكونتنت ايديا اند تايب، بشوف طبعا الافكار وبشوف نوع الكونتنت اللي انا هنزله. خامس حاجه الكونتنت تيم، لازم يكون عندي تيم طبعا دارس كونتنت ماركتنج، عشان لو انا لوحدي هيبقى صعب، اما انا لو معايا تيم هطلع طبعا شغل افضل بكتير لما يكون شخص لوحده. طبعا سكيدجولينج، ودي مهمه جدا جدا، ان انا بجدول البوستس بتاعتي او بجدول الحاجات اللي انا هنزلها على الكونتنت على بلوج او ويب سايت، كل ده بكون مجدوله وابقى عارف هنزل امتى والساعه كام. اخر مرحله الاوديت اند اناليسز، ان انا بكون عامل بدقق طبعا في النتائج سواء كانت ناجحه او سواء كانت فاشله، وبعد كده بعمل لها اناليسز بحللها وبشوف هل الانجيجمنت او التفاعل كان عليها كبير ولا لا. طيب نمسك الكلام ده واحده واحده. بحدد ازاي؟ خلاص حطينا الاهداف، بنيجي هنا للباير بيرسونا، بحددها ازاي؟ اول حاجه العمر، بقول مثلا العمر مثلا من 13 ل 20 سنه، ده بكتبها هنا ايه في الايدج، بشوف الباير بيرسونا. خلاص العميل بتاعي مثلا محدد من 13 ل 20. الجندر اللي هو الميل او الفيميل، الذكر او الانثى، ممكن في
منتجات معينة بستهدف فيها ستات بس، أو منتجات تانية بستهدف فيها رجالة بس، أو الاتنين مع بعض. أما بالنسبة للوكيشن، اللوكيشن ده الموقع، أنا مستهدف في كونتري معينة في ايجيبت، طب في ايجيبت مستهدف في سيتي معينة، اه مستهدف سيتي مثلا زي شبرا، او يعني مستهدف كايرو منها مناطق زي شبرا ومدينة نصر، فخلاص ده بقى اللوكيشن بتاعي اللي انا مستهدفه، او مستهدف مثلا اسيوط وهنا، فبقوم كاتبها برضو في اللوكيشن، العملاء بتوعي مستهدفهم في المنطقة دي. طيب بنيجي بالانترستد، ودي مهمة جدا جدا، بشوف اهتمامات العملاء بتوعي، هل مهتمين بايه، مثلا مهتمين بالماركتينج، مهتمين بالسيلز، كل ده انا بكتبه في الانترست. طب البروبلمز دي اهم مشاكل بتواجههم، بتواجه العميل بتاعي، طبعا بكتب المشاكل بتاعته عشان ببدا انزل له كونتنت عليها واقول له تحل المشاكل دي ازاي. تمام، يعني لو انا شركه دعايه واعلان فانا مستهدف اصحاب البيزنس، فببدا اتكلم طبعا عن المشاكل اللي ممكن تواجهه في الدعايه والاعلان، وابدا انا كده ايه حولته وخليته يتابعني عن طريق المحتوى اللي انا ايه بفيده بيه. فانا مهم جدا ان انا اشوف المشاكل اللي عندهم، مثلا واحد بيزنس اونر بشوف ايه المشاكل بتاعته بالنسبه للدعايه والاعلان وببدا اتكلم له عليها واحلها له. طيب البيهيفير اللي هو السلوك بتاعه، بشوف السلوك بتاعه هو بيحب ايه بالظبط. يعني في ناس سلوكها بتحب تشتري في الخصومات، في ناس بتحب خصومات معينه، ببدا اكتب لها او اعمل لها مسابقات عن الموضوع ده بس. اوكي، ده هنا الشيت، ده الشيت بتاع الباير بيرسونا، بتقدروا تحددوا الباير بيرسونا لكل منتج او لكل خدمه انتوا عايزينه. طيب بنيجي للشيت بتاع الكومبيتيتيف اناليسز، لما باجي بكتب هنا الكومبيتيتورز بتوعي المنافسين، انا عندي منافس ايه، عندي منافس سي، بكتبهم هنا تحت بعض. بعد كده بشوف كل منافس هنا المسج اللي عايز يوصلها بكتبها هنا، بشوف الرسالة اللي هو عايز يوصلها، بشوف التوبكس بتاعته، المواضيع اللي هو مغطيها. يعني لو انا الكومبيتيتورز بتاعي، انا شركة تسويق وعندي كومبيتيتورز في التسويق، فهو مثلا اتكلم في توبكس عن النيوز جاكينج واتكلم عن حاجات كتيرة، بقوم حاطط المواضيع اللي هو غطاها، عشان في الحالة دي يا اما هكتب عنها هي هي بس هكتب عنها بشكل افضل. اما في حالة لو انا عايز اكتب في حاجه جديده، خلاص هكتب في حاجه جديده غير التوبكس اللي هو ايه عملها، بس انا طبعا بكون عامل ريسيرش وبكون عامل بحث يعني، وشايف هو اتكلم عن ايه بالظبط. طيب في حاجه هنا التايب اوف كونتنت، نوع الكونتنت، بينزل مثلا كونتنت جي اي اف، او بينزل صور بس، بينزل صور ونصوص، بينزل فيديوز كتير، بكتب اكتر حاجه غالبه على نوع الكونتنت بتاعه. في حاجة هنا اسمها كول تو اكشن، وناخدها الكول تو اكشن، بيحط الكول تو اكشن بتاعته ازاي والتايب اوف كونتنت. الجاب دي الميزة التنافسية بتاعته في الكونتنت، ده بالنسبة للكومباتيتيف اناليس. في برضو هنا شيت للكونتنت ايديا، ازاي اطلع افكار للكونتنت، اي فكرة بتجيني بقوم كاتبها هنا. تمام، بقوم كاتب الفكرة دي، مثلا عندي فكرة ان انا عايز اعمل محتوى يتفايرل وينتشر بسرعه، فبقوم كاتب الفكره بتاعتها وكاتب التوبيك الموضوع بتاعه، ونوع هنزل الفكره دي في تايب اوف كونتنت ازاي، هنزلها في صوره ولا هنزلها في فيديو ولا جي اي اف ولا اي نوع، هنزل الفكره والتوبيك بتاعي. تمام، والتايتل ده العنوان اللي انا هكتبه، ودي اي ملاحظات بتقدر تكتبوها عادي، بتقدر تعملوا الشيت ده في ورقه بينكم وبين بعض، وبتبداوا تجنريت لافكار جديده، يعني تولدوا افكار جديده. طيب يبقى نرجع تاني فوق، قلنا اول حاجه ان انا بحدد الجول، تاني حاجه الفاير بيرسونا ووريتكم ازاي، بعد كده الكومباتيتيف ريسيرش، بنعمل بحث عن المنافسين، بعد كده الكونتنت ايديا، بشوف الافكار بتاعتي والكونتنت تيم والسكيدجول. السكيدجول بقى بيكون ازاي، تحت اهو السكيدجول، ان انا بكون عامل مونثلي شهريا، جاي هنا زي يوم السبت، انا متعود يوم السبت من اول الشهر هكتب مثلا لو انا شركه ماركتنج هكتب على الاس تي بي، بعد كده في السبت اللي بعده هكتب عن البروموشن ميكس، بنيجي بقى في يوم الاحد هنكتب عن ايه، برضو بتشوف هتكتب عن ايه، فبتقوم كاتبهم هنا برضو.
كذلك ماندي، وزي ما انتم شايفين في الهوليداي كامبين بعمل في يوم الاجازه يوم الجمعه بنزل ايه بالظبط، وببقى كاتب كل حاجه. او في تيوزداي الشهر اللي بعده هنزل اي بوك، هنزل كتاب الكتروني. فمهم جدا جدا، مهم جدا جدا ان انا يكون عندي سكيدجول. السكيدجول دي بكون بنزل عليها البوستس بتاعتي، ببقى معود كمان الجمهور بتاعي على حاجه معينه، مثلا يوم الثلاث ده يوم كذا هاشتاج معين، يوم الاربع ده يوم كذا، تمام، عشان يبدا يدور عليك. مهم جدا جدا، ومهم جدا جدا ان انا اعرف النمبر اوف بوستس. لو انا مثلا هشتغل على السوشيال ميديا ابقى عارف عدد البوستات اللي انا هنزلها. لو هنزل مثلا، هو يفضل يعني ان انا انزل ما بين ثلاثة او اربعة ايه بوستس كل اسبوع، ده المينيموم. ويفضل ان انا ما انزلش كتير، يعني ما افضلش ان انا انزل بوستات كتيرة جدا، العميل هيزهق مني. ويفضل برضو ان انا ما انزلش غير كل فين وفين، ده برضو غلط. ان انا انزل مثلا كل شهر مرة حاجة، ده برضو غلط، العميل هينساني. لازم يكون ما بين ايه، اكون وسطي كده، ولا انزل كتير قوي ولا انزل قليل قوي. طبعا كل الكلام ده هكون ظابطه في البلان بتاعتي. طيب من العناصر بقى ازاي اكتب كونتنت، اول حاجه في كتابه الكونتنت ان انا بختار هيدلاين جذاب. ازاي بكتب ماجنتيك هيدلاين، او بكتب بقى هيدلاين جذاب؟ الهيدلاين الجذاب اللي بيبدا بهاو، معظم الهيدلاين اللي بيكون جذاب بيكون بهاو، اللي بيعلمك تعمل حاجه ازاي. يعني مثلا ازاي تربط الكرافات في 15 ثانيه، ازاي مثلا تعمل حاجه في 10 ثواني، كل الكلام ده. ازاي تعمل الكلام ده في 30 مينت. المحتوى اللي هو بيبدا العنوان بتاعه بازاي على طول بيجيب تفاعل كبير. طيب في كمان حاجه هنا، لو قلت هاو تو حاجتين، يعني قلت هاو تو وين فريند، يعني ازاي تكسب اصدقاء، وكمان تكسب هنا انفلوينس بيبول، تمسك او تكسب اشخاص مؤثرين. فانت عندك كده الهيدلاين زاد الضعف، البينيفيت بتاعته زادت الضعف هنا. برضه في هيدلاين اللي بيقول لك هاو تو جيت امورتيج، ازاي بتوصل انك توفر وقتك. في الهيدلاين اللي بيبدا بارقام برضه مهم جدا جدا، بيقول لك مثلا 10 طرق تو بيت ذا هاي كوست اوف ليفنج، انك انت بتهزم الحياه الغاليه او الاسعار الغاليه في حياتك. فطالما ايه لقيت كلمه رقم 20 او 30، 30 طريقه او 40 قاعده عشان تعمل كذا، 10 طرق عشان تجتاز كذا، كل دي هيدلاين، يعتبر هيدلاين جذاب جدا. في بقى فري بوك. فري بوك هنا كلمه فري برضو من الحاجات اللي بتدي باور جامد. لما انا بلاقي عنوان فيه مجاني بيبدا بكلمه مجاني، ده بيخليك تكمله، تمام. نيجي نخش الانواع التانيه. العنوان اللي بيبدأ بمين؟ مين عايز؟ Who else wants؟ مين عايز مثلا وظيفة؟ مين عايز يتعلم كذا؟ مين عايز يحضر كورس مجاني؟ كل الكلام ده لو بدأ بمين برضو بيبقى جذاب جدا، وبيخلي الناس عايزة تشوف. برضو الإعلان اللي بيبدأ The Secret، The Secret اللي هو السر في كذا أو أسرار كذا. بس لازم يا جماعة، لو أنا هعمل هيدلاين عنوان فوق في الارتيكل بتاعي، في المقال بتاعي او في البوست بتاعي، لازم يكون في سر. طالما قلت سر في كذا، يبقى لازم الناس وهي بتقرا تحت لازم تلاقي سر. ما ينفعش ان انا اقول اسرار مثلا، اسرار السوشيال ميديا، وبعد كده ينزل وما يلاقيش اسرار ويلاقيها حاجات عاديه، تمام. في برضو هيدلاين بيقول لك هير از ا ميثود، ان هي ده الاسلوب اللي بيخليك تساعد او بيساعد البلوجرز عشان يكتبوا افضل. فده طبعا لما بتلاقي حاجه بيقول لك الاسلوب او المنهجيه، فبتقوم داخل على طول تشوف ايه الاسلوب ده. برضو دي طريقه بتعلمك، بيقول لك ليتل نول، خليني اعرفك طريقه عشان تخسر وزنك. فلما بتلاقي برضو العنوان اللي بيبدا بخلينا اعرفك حاجه،
برضو مهم جدا جدا. get rid of يعني التخلص منه، هخليك تتخلص مثلا من الحشرات، طريقة تخلص من الحشرات، او ازاي تتخلص من وزنك، ازاي تتخلص من حاجة تكون سلبية يعني. طيب برضو here هنا موجود كذا، هنا موجود مثلا حاجة برضو، العنوان اللي بيبدأ بهنا بيلفت الانتباه. now you can برضو دلوقتي تستطيع، انت دلوقتي تقدر، لو انا هكتب بقى بالعامية اقول دلوقتي تقدر انك تقفل الشغل وتجيب شغل جديد وتحصل على فلوس كتيرة جدا. طالما انا قلت دلوقتي تقدر او دلوقتي تستطيع، برضو العنوان ده جذاب. برضو ممكن عنوان بيقول لك انشر، زي أليستر بتقول مثلا واحد خارق، او انشر زي سوبرمان، او اعمل زي لايك، اللي هي لايك زي اشتغل زي كذا. تمام. ناو برضو من الحاجات المهمة جدا جدا دلوقتي، دي بتوريك ان انت هتشتغل دلوقتي، خلاص ناو دلوقتي، فالناس بتحب الحاجة الجديدة، طالما انت قلت له دلوقتي فهيخش عايز يعرف ايه الجديد. دلوقتي مثلا تقدر تتعلم سوشيال ميديا ماركتنج دلوقتي، هكذا بتوحي له ان في حاجه جديده وهتبدا تدي له بيج بينيفيت، هتدي له عائد كبير ومزايا كتيره. طيب جيف مي 3 مينيت يعني اديني 3 دقائق او اديني دقيقتين وانا هعلمك تكتب ازاي كونتنت، هخليك ازاي بيتر بلوجر، هخليك ازاي مدون شاطر. فكل الكلام ده خلاص انت حطيت له، قلت له ان انا مش هاخد من وقتك غير 3 دقائق بس، او هاخد من وقتك دقيقه. فدي من الحاجات برضو اللي بتخليه يخش، خلاص هو عارف ان انت مش هتاخد من وقته غير دقيقه واحده بس. برضو في هيدلاين من نوع جذاب، لما بتقول له if you are out of the market، لو انت بره السوق اكيد انت هتكره نفسك متاخر. او اقول له مثلا لو انت بدات انك تشرب سجاير اكيد بعد كده صحتك هتبوظ، بتدي له حاجه وعكسها. طيب هنا سي هاو ايزلي، بقول له هوريك دلوقتي ازاي سهل جدا انك تجيب ترافيك على السوشيال ميديا، او هوري لك ازاي سهل جدا انك تكتب كونتنت، لان في ناس كتير جدا بتخاف تكتب كونتنت. طيب في بقى حاجه اسمها سب هيدنج، السب هيدنج ده العنوان الفرعي، احنا اتكلمنا عن الهيدنج، عايزين نتكلم دلوقتي عن السب هيدنج. السب هيدنج اللي انا لازم بعمل عنوان فرعي تحت الهيدنج، وده بقى بيبقى فيه التفاصيل بتاعه الكونتنت اللي انا هكتبه، فيعتبر السب هيدنج ده التفاصيل او الديتيلز عن الحاجات اللي انا هكتبها، وفضل تكون قصيره يا جماعه، تكون سطر سطر ونص السب هيدنج بتاعي. طيب في هنا باور ووردز، الباور ووردز دول اكتر كلمات فيها بتحرك المشاعر ايموشنال يعني، كهيدلاينز لو انت حطيتوها في الهيدلاين بتاعكم بتأثر كتير، يعني زي كلمة فري، زي كلمة سيل، طبعا هتبان اكتر لما تاخدوا الباور بوينت ده، هتبقوا عارفين ال 180 كلمة باور ووردز. بالنسبة للكونتنت تايب او نوع الكونتنت اللي انتوا ممكن تنزلوه، ممكن تنزلوا كيس ستادي، دراسة حالة لناس معينة. تمام. ممكن تنزلوا عبارة عن اي بوكس، كتب الكترونية. ويا جماعة الاي بوكس على فكرة من اكتر حاجة مؤثرة، الاي بوكس يعني الاي بوكس الكتب الالكترونية، زي هتلاقوا هوب سبوت وهوت سويت منزلين ريسورسز واي بوكس كتير، فعشان كده هتلاقوا في ناس كتيره بتحب تخش على المواقع دي وتنزل اي بوكس. وعلى فكره الاي بوكس بتخلق ناس بيبداوا ان هم يروجوا للبراند ده، وبيبداوا ان هم خلاص بيبقوا مؤمنين 100% بالبراند ده، زي هتلاقي سكول اوف ماركتنج لو في ناس تابعتها قبل كده. بالنسبه لمصر سكول اوف ماركتنج منزله حوالي 3 كتب فري كاي بوكس، وعشان كده سكول اوف ماركتنج تعبه شويه شركات التسويق، عشان شركات التسويق ما عملتش ليها اي بوكس او كتب الكترونيه. كتب الكتب الالكترونيه بيتاثر بيها الناس اكتر من المحتوى العادي. تمام.
ممكن تعمل ايه تاني؟ في برضه حاسوب برضه فعلا منزله ايبوكس. في هنا سيرفي، ممكن تنزل سيرفي، ممكن تنزل سلايد شيرز زي اللي انا منزلها كده، سلايد شير بتنزلها كمان على موقع زي سلايد شير، طبعا اشتريها لينكد ان. ممكن تنزل تمبلت جاهزه، ممكن تنزل انفوجرافيكس. الانفوجرافيكس حاجات كده بتبقى ورا بعض زي مربعات كده، في الكوتس، وتنزل نصايح، ممكن تنزل كوتس حاجه بتعمل انسباير، بتعمل الهام للناس اللي بتتابعك، نصايح مهمه جدا. ممكن تعمل لهم بودكاست بيبقى زي ملف تسجيل، فوتوز بالظبط كده، برضو ممكن تعمل ويبنار، كل الكلام اهو مكتوبه اهي، ويبنار مكتوبه هنا اهو. انترفيو، ممكن تعمل انترفيو، الكونتنت بتاعك يكون انترفيو، ممكن يكون انفوجرافيكس، كل دي انواع كتيره جدا للكونتنت اللي ممكن تعملها. ممكن تعمل لايف ستريم، تعمل فيديوهات لايف وتنزلها على الفيسبوك او على البيج، تمام. نيجي الجزئيه هنا التون اوف فويس، في حاجه هنا اسمها تون اوف فويس. بالنسبه لمواقع العمل الانفوجرافيك، في مواقع العمل الانفوجرافيك زي بيك تو شورت، هبقى انزلها لكم على الجروب، بيعملها كده من غير ما تحتاج حد جرافيك ديزاينر شغال مثلا على الاليستريتور او فوتوشوب، في حاجات بتعملها جاهزه للفيجوال كونتنت لو انت عايز حاجه مرئيه، وفي انفوجرافيك ميكر بورد، بس بيك تو شورت اسهل. طيب نيجي بقى للتون اوف فويس. التون اوف فويس هنا اللي هو ايه؟ النغمه بتاعت الكتابة اللي انت بتكتب بيها، هل نغمة الكتابة اللي انت بتكتب بيها فورمال يعني رسمية قوي ولا انفورمال، هل سيريس يعني انت بتتكلم بجد قوي ولا بتتكلم بشكل فاني شوية بشكل ممتع، تمام. زي هنيجي شركة ابل على طول، وهي بتتكلم طريقة الكتابة بتاعتها بيبقى فيها انوفيت، انوفيت اللي هو ايه، فيها ابتكار، وعلى طول ابل بتتكلم انسباير، بتبقى الهام ودريم وحلم دايما في طريقه الكتابه بتاعتها، بتقول احنا الحلم، احنا الالهام، احنا اللي بنحاول نبتكر دايما على طول، تمام. فيها تلاقي ريد بول، ريد بول على طول بتعمل ادفنشر، احنا المغامرات، احنا الناس اللي هم بنحاول، ولازم تحاول عشان توصل، ولازم تغامر، ولازم الكلام زي كده. بتلاقي لغه الكتابه بتاعت ريد بول لو انت دخلت على صفحتها على طول فيها نوع من المغامره ونوع من المحاوله والادرينالين، تمام. اما هنا في براند هنا اسمه انوسنت، اللي هو على طول فاني وعلى طول بيفحص وعلى طول بيدور، تمام. ده هو التون اوف فويس يا جماعه، لازم كل براند يبقى ليه تون اوف فويس معينه بيكتب، وهو طريقة الكتابة بحس بحاجة معينة من طريقة الكتابة دي، عشان كمان الناس ما تفتكرش ان في 10 هما اللي بيتكلموا، واحد بيتكلم بتون معينة وواحد بيتكلم بتون تانية، لا لازم تكون في تون واحدة للكتابة. حد عنده سؤال في التون اوف فويس؟ ها، في حد عنده سؤال؟ أعدي؟ اوكي. في عندي حاجه اسمها نيوز جاكينج. النيوز جاكينج ده يا جماعه زي ما انت بتستغل حكايه حصلانه وتبدا تركب عليها، يعني كبراند بتبدا انك تركب عليه، بس لازم تكون يعني الشغل اللي انت بتقدمه او الخدمه اللي انت بتقدمها او البرودكت اللي انت بتقدمه لايق مع الترند. لو مش لاقي مع الترند يبقى بلاش تعمل نيوز جاكينج. والنيوز جاكينج دي حاجه ما بتكونش محطوطه في البلان، بتتعمل كده ايه، بتبدا تستغلها على طول اول ما تكون طالعه، زي ما جوبزيلا هنا. جوبزيلا فلما ريهام سعيد اترفدت من شغلها فقامت منزله نيوز جاكينج ظريف جدا، هتشتغل ازاي دلوقتي يا ريهام؟
فكان كان جميل جدا وفايرال المحتوى ده. كان في برضو نيوز جاكينج حصل البوكيمون، لما بوكيمون جو نزلت بقى الناس تكتب وتقول تعالى البوكيمون عندنا وتعالى الكلام مش زي كده. نيوز جاكينج برضو حصل واستغل الأزمة، كان شركة كرياتوفا استغلت الأزمة بتاعت اللي حصلت لأم حسن، مطعم أم حسن والمنقبات والكلام ده، فقامت مستغلة النيوز جاكينج كشركة كرياتوفا عشان بتتكلم على البيزنس وإدارة الأزمات، قام بدأت نزلت إدارة الأزمات. برضو زي جرين برجر، في ناس استغلته صح وفي ناس استغلته غلط. في نيوز جاكينج بيبقى حلو ونيوز جاكينج وحش. الناس اللي استغلت الجرين برجر صح، اللي هم فعلا الناس بتبيع فلافل، فركبت على الترند بشكل جميل جدا. اما لو ترند تاني اصلا ملوش علاقه، فكان سيء جدا ان هو يركب على ترند زي جرين برجر. كان برضو موضوع اللي عنده معزه يربطها، مش عارف اذا كنتوا فاكرينه ولا لا، فلما كان واولياء الامور اتخانقوا مع بعض، فبدا شركه كونج فو نزلت وقالت عشان تحمي بنتك، تمام؟ كان حصل لبنت صغيره في مدرسه، عشان تحمي نفسها فشركه الكونج فو دي نزلت ازاي تحمي بنتك وتعالي دلوقتي، وقلشت في اخر الموضوع كتبت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، زي ما حصل مع اللي هو ولي الامر وهو بيكلم ولي امر البنت. يعني كان قصه كده، مش عارف الناس بس هتفهمها، الناس اللي هي كانت متابعه الترند ده. حد يقدر يديني نيوز جاكينج حلو ونيوز جاكينج وحش؟ يديني مثال عن نيوز جاكينج الحلو. بنعرفه ازاي؟ زي ما قلت، نيوز جاكينج لازم يكون راكب على الخدمه اللي انت بتعملها، يعني مش اي ترند اركب عليه، لان الناس لو انت اي ترند كده هتقعد تركب عليه الناس هتشوفه ممل. لازم يكون مناسب للخدمه اللي انت بتقدمها، تمام؟ يعني كان حصل شركه بتقدم جلسات نفسيه، فلما وائل الفخراني اتطرد من كريم فقامت منزله نيوز جاكينج كان سيء جدا، منزله انت كمان لو اتطردت زي وائل الفخراني تعالى خد جلسه نفسيه. فما ينفعش ان انا استغل النيوز جاكينج بحاجه سلبيه، موت ولا حد تتقدم، ما ينفعش زي ده، تمام؟ اما في ناس تاني استغلت الترند ده بشكل افضل، يعني بتاع وائل الفخراني بدات تتكلم عن مزايا وعيوب انك تبقى واخد بالك لما تكون في شركة، تبقى واخد بالك ازاي تحصن نفسك وكده. يعني في امثلة كتير نيوز جاكينج، زي العمارة اللي مالت في اسكندرية، كان في كو ووركينج سبيس استغلت الترند ده وقالت الناس طبعا ما كانتش عارفة تذاكر بالظبط، برضو زي بتاع الاناديل، وبرضو بتاع العمارة بتاعت اسكندرية، ولما قالت في شركة كووركينج سبيس اللي هي شركة كده بالمذاكرة والدنيا دي، قالت الناس اللي هم متضررين من العمارة يقدروا ييجوا ويقعدوا يعني. وزي ما استغل برضو مطعم منافس لأم حسن لما الأزمة بتاعت أم حسن حصلت، فقام حاط عروض للمنقبات بسرعة، وقام مول إعلان برضو ركب على الترند والأزمة بتاعت أم حسن. طيب عندي في حاجة اسمها سي تي اي، السي تي اي دي اللي هي الكول تو اكشن. عندي الكول تو اكشن دي حاجة بتتحط كده في آخر الكونتنت، سواء الكونتنت بتاعي كان فيديو أو سواء كان الكونتنت بتاعي ويب سايت وبكتب كونتنت على الويب سايت أو البلوج، أو سواء الكونتنت بتاعي كان سوشيال ميديا أو كان على تويتر أو فيسبوك. طيب السي تي اي دي الحاجة اللي بتبقى في الآخر، اللي هي بتحس يعني الجمهور ان هو يتفاعل معاك، فمهم جدا انك تعمل سي تي اي في اخر الكونتنت بتاعك. طيب السي تي اي الغلط زي اللي اتعملت في الفيديو بتاع الاعلان بتاع لو راجل كله كان بيعملوا اعلان تخسيس واعشاب وكده، وقام جه احمد ماهر في اخر الفيديو قام قال لك لو راجل كله، ده كان سي تي اي غلط جدا جدا. طيب بالظبط كده، كان مستفز جدا الاعلان ده، وفعلا ما هيحققش اصلا اي تفاعل ومش هيحقق بيع ولا اي كلام. السي تي اي الكويسه بتكون بشكل غير ده طبعا،
لو في السوشيال ميديا بالظبط، لو في السوشيال ميديا في سي تي اي بتبقى رخيصة. الرخيصة بتكون ازاي؟ الرخيصة زي ما انا بقول للعميل في اخر البوست، بقول له اعمل شير او اعمل منشن او اعمل لايك او اعمل كومنت او اعمل كذا، دي رخيصة. الكول تو اكشن اللي هي مش رخيصة بجيله في اخر البوست، لو انا بتكلم عن حاجة، يعني بتكلم مثلا عن النيوز جاكينج وبنزل بوست عن النيوز جاكينج، شرحت النيوز جاكينج طبعا، باجي في اخر البوست مثلا عرفني، بقول له كده تقدر تقول لي ايه شفت ايه نيوز جاكينج قبل كده بشكل حلو كده من غير ما اقول له شير ولا كومنت، هو هيعمل كومنت لوحده. يعني باجي اقول له في اخر البوست تقدر تقول لي مثلا شفت نيوز جاكينج حلو فين كده، انا كده برضو خليته ايه، خليته برضو يتفاعل معايا من غير ما اقول له شير وكومنت ولايك. تمام، وصلت؟ يعني السي تي اي لو انا بكتب بوست او مقال بقوم كاتبها في الاخر بشكل غير مباشر، اما بلاش لو انا بكتب بوست بقى اقول له اعمل شير ولايك وكومنت مش عارف ايه، لا ده غلط. طيب بالنسبه للويب سايت، جوين ناو وليرن مور، الحاجات دي مهمه جدا جدا، لازم تكون على الويب سايت او البلوج بتاعتك او ريجستر ناو، جيت ستارت، كونتاكت فري، كل الكلام ده مهم جدا، لازم تكون فيه برضو الكلام ده، اسمه سي تي اي كول تو اكشن، لانك اول ما بتشوفها ساين اب فري او فاست او سبيد بسرعه ساين اب، فبتقوم عامل ساين اب على طول وداخل، طبعا دي حاجه بتزود الترافيك. بورشيز اللي هو شراء، اضغط لهنا للشراء. للجنريت ايديا، ازاي بعمل جنريت للايديا بتاعتي؟ لما باجي اعمل جنريت انا ممكن اعمل بكذا طريقه، انترفيو مع البيست كاستمر بتاعي، بشوف مين الكاستمر المفضل عندي وبقوم قاعد معاه، ايه اللي انت محتاجه، ايه اللي انت عايزه، ايه اللي انت محتاج تتعلمه وانا انزله على البيج او انزله على البلوج بتاعتي، كل دي حاجه بتخليني ايه احصل على افكار. او ان انا ممكن اخش عند المنافسين، اخش عندهم كده واشوف الكومنتس الناس طالبه ايه بالظبط، لان كده كده الكاستمر بتوعهم هم بتوعي، فانا بخش بقى وانزل للكلام ده. البرين ستورمنج بقى، البرين ستورمنج ان انا بعمل عصف ذهني، ممكن تعملوا مايند ماب، تجيبوا خرائط العقل وتبقوا شغالين وتحاولوا توصلوا للافكار، وممكن انتوا والتيم بتاعكم تقوموا قاعدين مع بعض وتعملوا عصف ذهني، وكل واحد يقول عنده فكره ايه بالظبط والجمهور محتاج ايه، وبتبداوا تنزلوا تختاروا افضل افكار انتوا عملتوا برين ستورمنج عليها، وما بتكونش حد عملها او من المنافسين حد عملها قبل كده، وبتبداوا تنزلوها. لو البرين ستورمنج فيه تولز بتبقى للمايند ماب، هبقى انزلها لكم تول كده، بتبداوا تشتغلوا كده بخرائط العقل وتعملوا برين ستورمنج ممكن وانت قاعد مع نفسك. طبعا في حاجات تاني للجنريت ايديا، في موقع، في تول هنا اسمها ابر، اسمها هنا ابر سجست، دي تول هبقى برضه انزلها لكم، بتجيب لكم اقتراحات او الناس بتتكلم ازاي عن المنتج او الحاجه اللي انت بتقدمها، او ممكن تخشوا على كوره برضو، ممكن لو دخلتوا على او كوره بتبدا توريكم برضو اكتر اسئله، يعني كوره ده موقع عالمي بيوريكم اكتر اسئله بتبقى موجوده عن الموضوع ده، برضو دي حاجه ممكن تجيب لك كجنريت ايديا. برضو في الجنريت ايديا ممكن كي وورد، تخش على التولز، في تولز بتاعت الكي وورد، الكلمات المفتاحيه، بتقدر تخش على الكي وورد دي وبتبدا من بتطلع لك اقتراحات، الاقتراحات دي برضو ممكن بتعمل معاك كجنريت لايديا جديده. تمام، في الكونتنت ماركتنج تولز في طبعا تولز كتيره جدا، بس من التولز المهمه لو انا هكتب محتوى انجليزي يبقى لازم اكون جرامر
على طول معايا، وعلى طول كمان لو هحط المحتوى، لو انت ضعيف في الجرامر في تول هنا اسمها جرامر شيك، بتبدأ تحط الكونتنت بتاعك على جرامر شيك ده وهو بيفحصه لك، لو في غلطة بيبدأ هو يطلع لك الغلطة بتاعتك. وطبعا تكون على طول عامل جرامرلي من جوجل كروم في اضافه اصلا جاهزه. طيب في حاجه بقى هنا زي البورتفوليو بتاعك، بتعمله على موقع اسمه كونتنتلي، ده اللي هو البورتفوليو ده بتحط فيه افضل محتوى انت نزلته، يعني افضل محتوى مثلا نزلته ككوت، بتنزل افضل كوت نزلتها اللي هو نصيحه او اللي هو الحاجه اللي بتعمل انسباير، افضل محتوى كتبته باللغه العاميه و كنت بتتكلم عن حاجه معينه وكان جميل جدا، برضو تحطه في البورتفوليو بتاعك على كونتنت. تمام، لو تون اوف فويس ظبطت بشكل حلو برضو تحطها بالشكل ده. تمام، طبعا تون اوف فويس مهمه جدا جدا يا جماعه، تون اوف فويس لازم، اي براند او كونتنت ماركتنج بيبدا من التون اوف فويس، لازم يكون في نغمه للكتابه. تمام، اديكم ممكن مثال تاني للتون اوف فويس لسكول اوف ماركتنج، بتتكلم بطريقه ايه؟ بتتكلم بطريقه كده عاميه زائد انجليزي، بتحط لك وهي بتكتب تقول لك ازاي مثلا تعمل بوزيشن او تحط، يعني تكتب تعمل وتكتب بوزيشن بالانجلش، فاللي هو بيبقى ميكس ما بين العربي والانجليزي، وبتكتب ساعات نوع من الجنون تقول لك احنا مجانين، احنا كذا، احنا عايزين نوصل لحاجه كده مستحيله، فبتلاقي نغمة الكتابة ساعات بيبقى فيها نوع من الجنون، فدي النغمة بتاعت سكول اوف ماركتنج، لو الناس حابة تعرف ايه هي. وطبعا الناس هتعرف بعد كده، انت بتقدر تحط في كلير فويس وبتعرف النوع او اللهجة او التون اللي هي متاخدة على كلير فويس. هنا في برضو حاجة اسمها كو سكيدجول، كو سكيدجول دي بتجدول لي البوستس بتاعتي، انت بتقدر تحطها كبلان او ممكن على بنجدولهم على شيت اكسل زي اللي انا كنت عامله فوق. وبرده كو سكيدجول بتشوف الهيدلاين بتاعك قوي ولا لا، مهمه جدا جدا التول دي ك كونتنت رايتنج او كونتنت ماركتنج، مهمه جدا. طبعا بوست سومو من الحاجات المهمه اللي بتجيب لك اقتراحات، وبتشوف لك لو انت بتعمل ريسيرش على محتوى يبقى تعمل ريسيرش من بوز سومو. هنا في برضو حاجه مش ظاهره قوي هنا، ده اسمه فيدلي، في تول هنا اسمها فيدلي دي بتوري لك لو انت متابع مدونات معينه ومتابع حاجات زي كده تبقى موجوده على فيدلي عشان ما تقعدش كل شويه تسيرش عليها، لا هو بينزل لك كل جديد من المدونات دي. طبعا هبقى انزل لكم اللينكات بتاعتها على الجروب بإذن الله. تمام، بكده نكون بإذن الله يعني خلصنا أهم عناصر موجودة في الكونتنت ماركتينج. اللي عنده أي سؤال اللي يقدر يتفضل. هنزل لك، هو اسمه بيكتو شارت، هنزله لك على الجروب. في حاجات لعمل فيديو بس بتبقى قصيرة زي بوتون، في حاجة هنا الفيديو قصير، حاجة اسمها هنا بوتون بس دي فيديوهات قصيرة. أما بالنسبة للموقع اللي أنت بتسألني عليه، اسمه كده بيك تو شورت، لو عايز حاجة للانفوجرافيك هكتبه لك في الكومنت. ده كويس جدا للانفوجرافيك، العمل فيجوال طبعا صور مرئية. اما لو فيديو في حاجة اسمها بوتون، عمل فيديو، عمل فيديوهات قصيرة، يعني عمل فيديو قصير في بوتون.
حد عنده سؤال تاني؟ اتفضل. طيب العمل الجي اي اف، في جي اي اف ميكر او اللي هو اللينك بتاعه هنزله لكم، اللينك بتاعه اهو. عمل جي اي اف ده افضل حاجه. في تول جديد كتيره جدا للكونتنت ماركتنج هنزلها لك على الجروب، تمام؟ انا اريكم، هنزل لكم اللينكات على الجروب. تمام ماشي، هنزل لكم برضو الباوربوينت. ماشي، شكرا لكم، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا. لا، نتقابل المحاضره الجايه. شكرا لكم، سلام عليكم.